السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هنا مجد. اليوم بإذن الله راح نشوف أحد النوادي الصيفية وهو نادي الحمر الصيفي، خلوكم معنا. والآن معنا أحد الشباب، عرفنا باسمك. تميم محمد سيف. وش رايك في نادي الحمراء؟ والله ما شاء الله نادي جميل وفعاليات مشوقة وجميلة، وما شاء الله عليهم، يعني الله يجزاهم خير على تعبهم والأشياء اللي سووا لنا. طيب وش أفضل لعبة يعني عجبتك من بين الثلاثة ذولي؟ والله كل الألعاب ممتازة، لكن أفضل لعبة بالنسبة لي الزحاليق مع الألعاب المائية وهذه الأشياء. شكرا لك، تشرفنا بيك. الله يحييك، جزاك خير. ناصر بدر سودان. ونعم يا ناصر، شكلك مرة متحمس، وش اللي معك في يدك؟ مسدس عشان أربي فيه الطلاب. طيب وين لبس السباحة؟ الحين بلبس إن شاء الله عشان الفعاليات الحلوة. يعطيك العافية، برنامج نادي الحمراء يعني من أفضل برامج التاريخ. طيب وش رايك في نادي الحمراء يعني عامة؟ من أفضل برامج، هادف وعلى كل يعني الأعمار السنية يعني ما شاء الله عليهم. شكرا، الله يعطيك العافية. شلونك يا فيصل؟ الحمد لله بخير. طيب وين لبس السباحة؟ في الشنطة معنا إن شاء الله بعد شوي. طيب وش رايك في نادي الحمراء بشكل عام؟ والله هو بشكل عام مرة حلو، وأنصح الناس يسجلون فيه لأن هذا الثالث طبعا، هو كله حلو وفعالياته مرة حلوة ومدتها كويسة بعد. طيب اليوم هذا فيه فعاليات كثيرة، وش اسم اليوم هذا؟ يوم التحديات. شكرا لك، تشرفنا بيك. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام، عرفنا باسمك. اسمي سعد. ونعم يا سعد، وش رايك في الألعاب المائية؟ الحمد لله زينة. وش أفضل عندك، الألعاب المائية ولا المسبح؟ المسبح. واضح انك مرة رابص. طيب تحب الكورة؟ لا والله مو بهوايتي الكورة. ها وش أفضل لعبة من هذول الثلاث؟ الزحليقة. شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ولقينا احد لعيبة الكورة، واضح انه معرق مرة في الكورة، عرفنا باسمك. مهند الغملاس. وين لبس السباحة؟ والله بالشنطة. طيب وش رايك في اليوم هذا؟ والله يوم جميل الصراحة، افضل لعبة عجبتني هذه الورا. شكل الكورة تعجبك اكثر من السباحة يعني؟ طيب وش يعني عطنا بشكل عام وش رايك في النادي؟ والله النادي حلو، اكثر شيء يعجبني فيه ان كل خميس رحلة. شكرا، تشرفنا بيك. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والله. كيف الحال؟ الحمد لله طيب. عرفنا باسمك. اسمي ياسر عواد. طيب وش رايك في النادي؟ جميل جدا. طيب وش رايك في يعني الألعاب المائية؟ والله جميلة جدا، الله يعطيهم العافية. شكرا، ما قصرت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك؟ الحمد لله. عرفنا باسمك. يوسف الحربي. شوف اللعبة عجبتك من الثلاث؟ هذه. ليه عجبتك؟ عشانها فيها حماس ومتعة. وش رايك في نادي الحمراء؟ والله نادي جيد جدا ولله الحمد. شكلك انت اللي ماسك اللعبة هنا. اي نعم ابد، ها شوف كيف بطيح الشباب الان. طيب وش رايك في مستوى الشباب؟ والله يعني الصراحة ودي اقول ممتاز، لكن للاسف الى الان ما حد قدر يصمد بهذه اللعبة. الظاهر انك كسرتهم. يعني يستاهلون شوي، ما انا مشكلة. شكرا لك، تشرفنا فيك. الله يسلمك، الشرف لي. وش فيك قاعد تناظر الألعاب المائية وقاعد؟ أشوف الأجواء كذا، إذا عجبتني البخش. ومتى ناوي إن شاء الله تلبس من لبس السباحة؟ بعد شوي. الله يوفقك. آمين وياك إن شاء الله. والآن مع حقين الملعب الداخلي، خلوكم معنا. السلام عليكم. السلام. عرفنا باسمك. عزام السلام النادي. شلونك يا عزام؟ الحمد لله بخير. كيف النادي معك؟ حلو. طبعا الشباب ربصونا. وش اسم اللعبة هذه؟
في بلايز يلبسونها، في دائرة هنا اللي يرمي الموية على الدائرة هنا يفوز. ها قدرت عليهم كلهم ولا لا؟ يعني بعضهم بعضهم لا. شكرا لك، تشرفنا بك. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك. عبد العزيز عبد ربه. ونعم يا عبد العزيز. مالك زود. عبد العزيز اشوفكم قاعد ترشون بالموية والشباب ربصونا، وش اسم اللعبة هذه؟ هذه لعبة انك ترش الواحد ويوم تفشها تجيبها هنا يصير فيه دم زي كذا. والله الدم كثير، شكلك خسران. لا لا فايزين. ها قدرت على الشباب كلهم؟ كلهم، انا والشباب اللي ورا الكاميرا. الله يوفقك. الله امين وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا باسمك. مشاري ابراهيم الهيب. ونعم يا مشاري. مشاري شو اسم اللعبة هذه؟ هذه والله نرش على بعض واللي يجي عليه هذه يطلع. واضح ان المويه كثيره عندك، شكلك خسران. ايه كلهم حاقدين علي. خصمك اللي تو يقول اننا فايزين عليكم. ايه فايزين بالغش. شكرا لك، تشرفنا بيك. يا هلا حياك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا باسمك. عبد الله الجلاجل. ونعم يا عبد الله. عليك زود. عبد الله وش اكثر الرياضه تحبها؟ احب كره القدم. طيب تو شفناك تلعب تنس. يعني احب التنس احب الكوره. طيب تو فزت بالتنس ولا لا؟ لا توني الحين منافس جدا صعب، يعني الجيم بيطول، الجيم بيطول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا باسمك. عبد الرحمن الغملاس. ونعم يا عبد الرحمن. عبد الرحمن وش افضل رياضه عندك؟ التنس. طيب اليوم سباحه، وين لبس السباحه؟ التنس اهم من السباحه. الله اكبر. طيب تلعب كوره ولا لا؟ لا بد هوايتي التنس. ثانوي ولا متوسط؟ ثانوي. الله يوفقك. امين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. عرفنا باسمك. عبد الله رشود. ونعم يا عبد الله، شكلك أنت أفضل واحد تلعب تنس. والله ما نشوف نفسنا من الأحسن نقول. طيب ها وش صار على المباراة، خسرتها ولا فزت؟ لا الحمد لله أكيد فزت. الله يوفقك يا حبيبي. آمين يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. عرفنا باسمك. عبد العزيز الناصر أبو عمر. ونعم يا أبو عمر. أبو عمر وشلون مستواك في التنس؟ يعني ما هو جيد، هو بس نسعى للعالمية. فزت بالمباراة اللي قبل قليل ولا لا؟ يعني لا نزال في طول التنافس، يعني الخصم اللي أنافسه يعني جدا صعب. شكرا تشرفنا فيك. واحنا أكثر. عرفنا باسمك. عبد العزيز العبد المنعم. وش رايك في النادي عامة؟ النادي صراحة جميل ومن أفضل النوادي الموجودة في الرياض. أيضا عندنا برنامج تحفيزي اللي هو الأختام، برنامج الجوازات. عندك حد يومي 15 ختم، في عندك اكثر من 5 لجان تاخذ منها اختام. عندك اللجنه الاسريه واللجنه التحفيزيه واللجنه العلميه واللجنه الرياضيه واللجنه الترفيهيه، كل واحد لها رمز مختلف خاص فيها. فشخص المطلوب منه يجمع من كل لجنه 3 اختام، ومن كل مشرف ياخذ منه ختم فقط واحد. طبعا اكيد الجواز هذا والنقاط والاختام اكيد لها جواز. ايه طبعا، ما يكون عندك الجواز باذن الله المركز الاول من الثانوي او المتوسط ايفون، المركز الثاني ايباد، والمركز الثالث ساعه كلها ابل، وبعدها ينزل تحت في جوائز قيمه كلها قيمه باذن الله. والمركز الرابع نسيته انت اللي هو سماعه ايربود صح؟ اي نعم. شكرا لك، تشرفنا فيك. يا هلا والله. السلام عليكم. معكم السلام. عرفنا باسمك. معك صالح صحباني. ونعم يا مالك. معك زاد. مالك شو رايك في نادي الحمر الصيفي؟ الحمد لله كويس. شكلك فنان في الكورة. ايه. طيب وش اليوم عندكم؟ عندنا اليوم مفتوح. طيب وش الفعاليات في اليوم المفتوح؟ في برد صيفك وفي اليوم الدوري. برد صيفك اكيد عندكم سكريمات. ايه. جبت شيء معك؟ ايه غوال. يلا يا حبيبي الله يوفقك. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك. اسمي علي. ونعم يا علي. علي وش الفعاليات اللي عندكم اليوم؟ حاليا اليوم عندنا يوم مفتوح. اليوم المفتوح هذا كل يوم؟ مو كل يوم، كل يوم أربعة. طيب وش الفعاليات في اليوم المفتوح؟ اليوم عندنا برد صيفك بس في فعاليات ثانية. جبت سكريمات؟ لا ما جبنا سكريمات بس جبنا غوار. شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعطيك. عرفنا باسمك. عبد العزيز فيصل القحطاني. ونعم يا عبد العزيز. وش رايك في نادي الحمر الصيفي؟ جميل مرة، كويس. سنة مرة؟ مرة. اليوم وش الفعاليات اللي عندكم؟ عندنا يوم المفتوح. الفعالية وش هي؟ برد صيفك. لو جتك الفرصة مرة ثانية بتعيد الملتقى؟
اي يعني نادي الحمراء مره معجبك؟ اي شكرا يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. عرفنا باسمك. حاتم. ونعم يا حاتم، وش رايك في الفعاليات اللي اليوم؟ كويسه وحلوه. وش الفعاليات؟ وش اليوم هذا يعني؟ اليوم برد صيفك وتجيب اسكريمات واشياء برد زي كذا. يعني في اشياء فيها ثلج؟ ايه زي كذا. جبت شيء معك؟ ايه. وش جبت؟ ايس كريم واشياء وكذا. يعني اي شيء بارد تجيبونه؟ ايه. شكرا، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. والان احنا مع قسم الابتدائي، عرفنا باسمك. احمد سامي صبي. شلونك يا احمد؟ الحمد لله. طيب وش رايك في نادي الحمراء؟ والله عجبني من اول ما دخلته. اليوم وش اليوم عندكم؟ اليوم يوم المفتوح. اليوم المفتوح عندكم كل يوم؟ لا، بعض الحين يكون في فعاليات ثانيه. طيب وش الفعاليه اللي عندكم اليوم؟ اليوم المفتوح كذا يكون في توزيعات وكذا يكون في ايس كريمات وكذا واشياء. واليوم المفتوح يعني زي ما تعرف يعني زي ما يعرفون المشاهدين ان اليوم المفتوح هذا اليوم هذا اليوم المفتوح توزيعات واشياء وكذا. ايه فيعني كذا يكون في توزيعات توزيعات يعني حلويات حلويات وايس كريمات واسم البرنامج هذا برد صيفك. طيب اليوم عندكم الدوري صح؟ لا ما ادري. طيب تعرف تلعب كورة؟ ايه. فنان؟ ايه. شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا باسمك. تميم محمد السلام. ونعم يا تميم. معلك زود. طيب تميم وش رايك في نادي الحمراء؟ جيد جدا ممتاز. طيب وش الفعاليات اللي عندكم اليوم؟ برد صيفك يوم مفتوح. اليوم المفتوح؟ ايه برد صيفك اسمه. طيب اليوم المفتوح كل يوم؟ لا فعاليات ثانية بعض الأحيان. يعني بس يعني كل أربعاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك؟ عبد العزيز التويجري. ونعم يا عبد العزيز. عبد العزيز وش رايك في نادي الحمراء الصيفي؟ الحمد لله ممتاز من أول ما بدينا. اليوم يوم مختلف ولا لا؟ إلا كل أربعاء في فعاليات، اليوم في برد صيفك وفي أيام ثانية يجيبون نطاطات وكذا. برد صيفك يعني أكيد في سكريمات ومشروبات باردة. إيه. شكراً الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا باسمك. سعد عبد القحطاني. ونعم يا سعد، وش رايك الفعاليات اليوم؟ حلوة. وش اسم الفعالية؟ برد صيفك. يعني أكيد إن أشياء باردة لازم تجيبونها. أكيد. وش جبت معك؟ آيس كريم. شكراً الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا باسمك. يوسف منصور شويح. ونعم يا يوسف. معك زود. وش رايك في الفعاليات اليوم؟ والله حلوة ما شاء الله. طيب وش رايك في نادي الحمراء عامة؟ أكيد هذا بسجل بكل يوم. هذه المرة الثانية تسجل به ولا أول مرة؟ لا أول مرة دي. أعجبك النادي؟ أكيد. وش رايك في برد صيفك؟ حلو. جبت أشياء معك باردة؟ إيه. وش جبت؟ آيس كريم. طيب شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك. مازن سامر عبد المنعم. وش رايك في الفعاليات اليوم؟ رهيبة فخمة. وش اسم الفعالية؟ برد صيفك. يعني لازم تجيبون أشياء باردة. إيه. طيب وش جبت معك؟ عصير. طيب وش رايك في نادي الحمراء؟ حلو. هذه أول مرة تشارك؟ لا ثالث مرة. ودك تشارك مرة ثانية؟ إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك. معاذ. وش اسم الفعالية اللي عندكم اليوم؟ برد صيفك. أنا أشوف أشياء باردة كثير. طيب وش رايك في نادي الحمراء عامة؟ والله ممتاز ومتكامل يعني من جميع النواحي. كم مرة شاركت فيه؟ ثلاث مرات. لو جاتك الفرصة بتشارك فيه مرة ثانية؟ أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك. عبد الله محمد. ونعم يا عبد الله. وش الفعالية اللي عندكم اليوم؟ فعالية بلد صيفت فيها نجيب أشياء باردة مثل آيس كريم، هذا الآيس كريم والفنتو ذا، وبعدها هنا في فنتو. يعني أي شيء بارد لازم تجيبونه. إيه. وش جبت أنت؟ أنا جبت فنتو وعصير برتقال. شكرا الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا باسمك. عبد الرحمن من سامي صبي.
ونعم يا عبد الرحمن. والنعم فيك يا عبد الرحمن. طيب وش الفعالية اللي عندكم اليوم؟ اليوم عندنا فعالية برد صيفك. يعني لازم تجيبون أشياء باردة؟ أكيد. وش جبتها معك؟ جبت معي آيس كريم وكينزا وأشياء ثانية. طيب وش رأيك في نادي الحمراء؟ والله زين ما شاء الله. كم مرة شاركت فيه؟ هذه أول مرة. بتشارك المرة الجاية؟ إن شاء الله. شكرا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا باسمك. مهند معاذ منصور الأزاع. شلونك يا مهند؟ طيب. مبسوط؟ إيه. وش اسم الفعالية اللي عندكم اليوم؟ برد صيفك. جبت أشياء باردة؟ إيه. وش جبت؟ جبت آيس كريم وغبار. هذا اليوم المفتوح صح؟ إيه. طيب وش رأيك في نادي الحمراء عامة؟ والله حلو. كم مرة سجلت؟ هذه أول مرة. طيب بتسجل في المرة الجاية؟ إن شاء الله. طيب وش رأيك في الطلاب؟ وش رأيك في الدوري؟ وش رأيك في الكورة؟ والله زين. وش أفضل رياضة تحبها؟ الكورة. شكرا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا باسمك. سام أحمد العصيمي. ونعم. معك زود. وش رأيك في نادي الحمراء؟ نادي جميل وممتع صراحة، خاصة في يوم الأربعاء، والنادي يعني ممتع للغاية، ومرت يعني ثلاث نوادي مرت يعني على هذه السنة، وإن شاء الله أفضل. طيب ليش قلت يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء مختلف؟ مختلف جدا عن الأيام اللي قبله. ليه؟ لأن العمائية وفلة يعني ممتعة صراحة. كم مرة شاركت في النادي؟ والله ثلاث مرات. طيب ودك تشارك مرة ثانية؟ بإذن الله تعالى. شكرا، الله يعطيك العافية. وياك أمين يا رب. طيب وش رأيك في نادي الحمراء خاصة في هذا اليوم؟ والله اليوم يوم الألعاب المائية، يعني صراحة من أفضل الأيام. شاركت في الألعاب المائية؟ إيه شاركت الحمد لله. شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. السلام عليكم. كم السلام طلع. عرفنا باسمك. سلمان السوادي. ونعم يا سلمان. عليك سلوت. سلمان عرفنا على نادي الحمراء. والله هو نادي صيفي، يعني صراحة نادي جميل، كان يعني زي ما تقول يعطيك جدول في الصيف. طيب ايش رايك في نادي الحمراء خاصة هذا اليوم؟ خاصة اليوم المفتوح كان والله فكرة حلوة، انه وذيك اقول لك النادي اليوم المفتوح كان يوم حلو لك. طيب وش استفدت من النادي؟ اول كم يوم كانوا يعطونا دورات لك. شكرا لك، الله يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كما شاهدتم اليوم في نادي الحمراء بنسخته الثالثة. النادي الحمراء يضم بنين وبنات. تقريبا عدد أبنائنا المسجلين في قسم ابتدائي والمتوسط والثانوي وصل إلى 670 طالب، أما في قسم البنات وصلنا إلى تقريبا إلى 460 طالبة. النادي هو عبارة عن برامج ترفيهية نثقف فيها أبنائنا الطلاب ونرفه عنهم في إجازتنا الصيفية، ونحفظ أوقاتهم من جلوسهم في المنازل. البرنامج هو عبارة عن برامج ترفيهية تثقيفية يحفز الطالب، وهناك برامج تحفيزية الطالب يستمتع من خلالها. عندنا برنامج ممتد من الأحد إلى الأربعاء تقريبا من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة، وعندنا كذلك رحلة صباحية كل خميس نحاول نكسر فيها روتين البرنامج. يوم الأربعاء احنا نسميه اليوم المفتوح، يمكن اليوم زرتونا في يومنا المفتوح وشاهدتم البرامج المتنوعة في جميع أقسام. بالبداية وفي النهاية نشكر نادي الحمراء وجمعية الحمراء في نسختها الثالثة إقامة هذا البرنامج، كما نشكر مدارس الأرقم إتاحتها هذا المقر لإقامة البرنامج. ندعوكم يعني نأمل منكم مشاهدة هذا البرنامج الجميل، وتشاهدون فرحة أبنائنا في هذا البرنامج. كل الشكر. وإلى هنا تنتهي حلقتنا في نادي الحمراء الصيفي من برنامج هنا مجد. نراكم في حلقات قادمة بإذن الله. مع السلامة.